السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، السنة الأولى ابتدائي مدرسة رياض المعرفة. إنه بتاريخ الأربعاء 6 ماي 2020، ولدينا مادة نشاط علمي، حصص في يعني التقويم والدعم، الأستاذ مجاهد حسن. إذا كونوا معي نبدأ. إذا أولا لدينا تمارين في الوحدة الخامسة، أو تمارين لتقويم هذه الوحدة، الحصتان 9 و10. إذا التمرين الأول، انظروا إلى هذه يعني الصورات الست. لدينا فيل، دب قطبي، لدينا تمساح وفقمة، ثم زرافة وبطريق. هذه صورة يعني مرتبة من 1 إلى 6. نحن سوف نكتب في الدائرات فقط ألف وباء، يعني سنكتب ألف. إذا كانت هذه الحيوانات تعيش في المناطق الساخنة سنكتب ألف، لكن إذا كانت هذه الحيوانات فهي تعيش في المناطق الباردة سوف نضع ألف. مثلا لدينا فيل، هذا الفيل هذا هو يعيش في مناطق باردة يعني فيها ثلج كالصور الأخرى. هل هذا الحيوان إفريقي؟ هل هذا الحيوان يعيش في قارات أخرى فيها ثلج؟ إذا هذا الحيوان هو يعيش في الوسط إفريقيا، وإفريقيا تعرف حرارة كبيرة. إذا سنكتب ألف، فهمتم؟ إذا سنكتب ألف دائرة داخل الدائرة. وهناك كذلك رقم 6 بطريق، سنكتب باء. لماذا باء؟ لأن المنطقة التي تعيش فيها البطاريق ويعيش فيها هذا البطريق هو منطقة فيها ثلج وبرودة، يعني هذا الحيوان هو مكيف على العيش في مناطق باردة. وإذا سوف أنتم تستمرون بماذا؟ ب يعني كتابة ألف أو باء في الصور الأخرى. إذا كانت هذه الحيوانات تعيش في مناطق باردة باء، في مناطق ساخنة ألف، فهمتم؟ إذا أنا فقط أعطيتكم نموذج فيل ونموذج البطريق، وأنتم تستمرون مع الحيوانات الأخرى. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني، تقويم نهج التقصي العلمي. وجد أطفال جمجمة حيوان، الوثيقة رقم 1 إلى كتشوفوها. لدينا هذه الجمجمة ولدينا فيها أسنان. نحن سوف نتعرف على نوع الحيوان، هل هو نوعه من الحيوانات اللاحمة أي يتناول اللحم، أو من الحيوانات العاشبة. إذا هذه جمجمة حيوان ماذا؟ لاحم أو عاشب؟ سنكتب حيوان عاشب أو لاحم حسب الجمجمة وأسنانها. ثم إذا كان حيوان مثلا لاحم، سنقول حيوان، هذه جمجمة حيوان لاحم، لأن أسنانه وأنيابه محد يعني قوية، أو أسنانه حادة وقوية كي مزام يتكسب. لديكم درس في هذا الميدان. إذا لأن هل سنقول أسنانه يعني كبيرة حادة مسننة، هذه ميزات الحيوان وخصائص الحيوان اللاحم، أو حيوان عاشب ونقول هذه جمجمة حيوان عاشب لأن أسنانه مسطحة عادية. إذا أنتم ستجيبون. التمرين الثالث، تقويم توليفي. هذا التمرين هذا، انظروا إلى الحيوانات. الحيوان وهو القرد بابوان، وهذه النعامة، كذلك الوطواط أو الخفاش، ثم لدينا باجع في النهر هناك أو في البحيرة، ثم فهد. هذا الحيوان نبدأ بالقرد. سنضع إكس أو علامة إكس على نمط التنقل، نمط أو طريقة التنقل عند هذه الحيوانات. مثلا بالنسبة لهذا القرد فهو يمشي، إذا يستطيع أن يمشي، إذا سنضع علامة مشي. يستطيع أن يجري، سنضع علامة الجري. يقفز كذلك، لكنه لا يعوم ولا يطير، ولكن يتسلق في الأشجار، سنكتب تسلق، فهمتم؟ إذا هكذا المشي، نعم، الجري يجري هذا القرد، والقفز كذلك، لكن العوم لا، والطيران لا يطير ولا يعوم، إنه يتسلق، نعم. نستمر ثم نذهب إلى النعامة، كذلك أنتم سوف تجيبون بوضع الإكس. إذا كانت هذه النعامة تمشي، سنضع إكس على تمشي. الجري كذلك، هل تستطيع القفز؟ أنتم تعلمون. العوم هل يتعوم؟ هل يتطير؟ هل يتتسلق الأشجار؟ إذا سنضع علامات فقط، فهمتم؟ كذلك مع الوطواط أو الخفاش، هل هو يمشي؟ هل هو يجري؟ يقفز؟ إذا سنضع العلامات حول هذا، يعني المعلومات حول الخفاش، ثم البجعة كذلك، والفهد نضع فقط
إكسات، معنى أن هل هذا الحيوان كتستطيع أنها تمشي كتجري، يعني تقفز تعوم مثلا. بالنسبة للوطوال يطير، إذا سوف نقول الطيران. هل هو يعوم؟ لا. إذا هكذا، إذا سنضع إكس على نمط التنقل المناسب. نستمر. التمرين الرابع لدينا هنا يعني صورة للفهد والدب القطبي والزرافة والفيل والفقمة، وكل هذه الحيوانات فهي إما أن تكون عاشبة وإما أن تكون لاحمة. فهمتم؟ إذا أتتبع طريق كل عامل في حديقة الحيوان، هذه العمال وهذه حديقة الحيوان سوف يعطون الأكل إلى هذه الحيوانات. إذا سوف نجيب على الأسئلة. ألف، أي الحيوانات يتغذى على العشب؟ إذا هذه عندك أسد، دب، زرافة، وفيل وفقمة. إذا نعلم أن، نعم نعلم أن من من هذه الحيوانات هو عاشب يأكل العشب والنباتات؟ نعم، الزرافة. الزرافة تأكل العشب. ومن آخر؟ إذا الحيوان آخر، نعم إنه الفيل. هل الأسد يأكل؟ إن الأسد يأكل اللحم. الدب كذلك يتناول اللحم وتناول الأسماك. الفقمة أسماك، لكن الزرافة والفيل هما يتغذون على العشب. إذا فهما من الحيوانات العاشبة. نعم، إذا أنتم تستمرون. أي الحيوانات يتغذى على اللحم؟ ليس السمك، اللحم. فهو، نعم، فهو مثلا نقول هل الدب يعني يتغذى على اللحم فقط؟ هل الحيوان الأسد هو الذي يتغذى على اللحم؟ إذا كان الأسد سنكتب أي الحيوانات يتغذى على اللحم؟ الأسد. إذا فهو من الحيوانات اللاحمة. أي الحيوانات يتغذى على السمك؟ مثلا هل الأسد يتغذى على السمك؟ أنتم تعلمون ذلك. الزرافة هل هي تأكل السمك؟ أنتم تجيبون. ثم نقول إذا فهما من الحيوانات العاشبة أو اللاحمة. فهمتم؟ مثلا اللحم، أنا أعلم أن يعني الفقمة تتغذى على الأسماك، إذا انتبهوا. والسمك فهي لاحمة، إذا من يتغذى على السمك فهو لاحم. إذا أنتم ستجيبون، أنا أجبت فقط في الرقم أو الحرف الألف. هذا التمرين الخامس، ألاحظ الصورة ومحتوى كل بطاقة ثم أكتب تحتها اسم الحيوان المناسب. إذا البطاقة لدينا مثلا البطاقة الأولى أزحف وأعوم. من من هذه الحيوانات التي تستطيع أن تزحف وتستطيع العوم كذلك؟ هل الأسد أو النمر، هل يستطيع النمر أن يزحف ويعوم؟ لا بطبيعة الحال. الضفدعة تعوم ولكن هل تزحف؟ لا، إنها تقفز. الحجلة هل هي تعوم؟ لا. هل هي تزحف؟ لا. إذا الثعبان، سنكتب الثعبان، إن الثعبان يقول أنا أزحف وأعوم. إذا سيبقى لديكم أمشي وأجري وأطير. من من هذه الحيوانات التي تقول أنا أمشي وأجري وأطير، ثم أمشي وأجري وأقفز، ثم أمشي وأقفز وأعوم؟ إذا ستقرؤون البطاقة ثم تجيبون بالحيوان المناسب عليها. فهمتم؟ مثلا أمشي وأجري وأطير، أمشي وأستطيع أن أجري وأطير. مثلا الحجلة هي تستطيع أن تجري وتمشي كذلك ثم تطير، ولكن إذا قلنا مثلا النمر، النمر هو يمشي ويجري ولكن لا يطير. إذا انتبهوا إلى البطاقة والحيوان المناسب. فهمتم؟ إذا انتهى، أنتم سوف تقومون بإنجاز التمرين في المنزل.